كلنا كان عارفوا بأنه جدار اعتقالي كان متواصل ما بين المغاربة وما بين المؤسسة العمومية، يعني ما بقاش يعني من زمان، يعني من سنوات عديدة مضت، وحنا الجيل اللي كنا قرينا في المؤسسات العمومية وتخرجوا منها أجيال وأجيال، ولكن يعني مع السنوات ما بقاش ذاك الأوج اللي كانت كتعرفوا المؤسسة العمومية، وحتى المدرس يعني ما بقاش عنده ديك المكانة ديالو. فكنتمنى من هذه الإصلاحات أنها تجي باش تحسن الوضعية ديال المدرس، سواء كانت الوضعية الاقتصادية ولا سواء كانت الوضعية الاجتماعية والنفسية أيضا، وباش أنه يقدر يعني يباشر العمل ديالو في واحد الإطار اللي هو كيصون ليه جميع الوسائل اللي ممكن أنه يكون فيها متميز، لأن على يديه غادي تخرجوا أجيال وأجيال اللي هما غادي يكونوا رجالات المستقبل. شكرا أنك طرقتي لهذا الموضوع، لأن أول مداخلة لي في البرلمان كان لها واحد صدى كبير وكانت واحد ضجة كبيرة. علاش؟ لأنه ماشي على المداخلة كاملة، ولكن على بعض المواقع اللي يعني بتو فقط الجانب اللي تكلمت فيه على الفنان، ألو كان تكلمت على الهشاشة ديال الأسرة المغربية والبرنامج الحكومي اللي إنقاذ يعني مليون أسرة، وتكلمت أيضا على التعليم والمشاكل ديال التعليم واللي إحنا اليوم حاضرين باش أننا كنناقشوا هذه المشاكل هذه. تكلمت أيضا على المرأة والوضعية ديالها في المجتمع المغربي، وعلى الدور ديال طبعا والأهمية ديال الأمازيغية أيضا، ولكن ما عرفتش علاش يعني ركزوا فقط على الفنان، رغم أن الفنان يعني هذه فرصة أنني نقولها هو جزء يعني لا يعني جزء من هذا المجتمع، وبحاله بحال كل المواطنين الآخرين اللي عانوا ومازالين تعانيوا، لأن الفنان راه ماشي هو اللي تنشوفه في الانستغرام، ماشي هو اللي تنشوفه يعني هو مسافر هو جاي هو في المهرجانات، هو راه كاينين فنانين يعانون في صمت، وحتى هما مواطنين ومغاربة، ومن حقنا أننا نمثلهم. أنايا كنمثل هنا الشرائح ديال المجتمع كلها ماشي غير الفنان، ومزيان أنك طرحتي هذا السؤال باش نوضحه للمرة الألف، وقلتها يعني في الحساب ديالي على الانستغرام، راه أنا كنمثل الشرائح كلها ديال المجتمع، ولكن بصفتي أنني فنانة فطبيعي أنني غادي نهضر حتى على الفنان. حنا شحال من نائب برلماني كاينين، يعني راه ماشي كلنا غادي نتكلموا على الصحة ولا على التعليم ولا يعني كل واحد فينا راه غادي يتكلم، يعني غادي يجي الوقت وغادي نتكلم أيضا على المشاكل ديال الصحة من غادي تعطيني فرصة، والمشاكل ديال التعليم اللي حنا اليوم تنتكلموا عليها، والمشاكل ديال الفقر والهشاشة والأسر، والمشاكل ديال الناس اللي في القرى. احنا دابا في الفصل الشتاء والثلج والبرد، يعني هادشي كلشي راه نتكلموا عليه، لان احنا مغاربه وكنمثلوا المغاربه كلهم، والفنان حتى هو راه مغربي وحتى هو تيعاني، فطبيعي انني نتكلم عليه، فما خصش الناس يعني تتنيه وتنبدو وتحس بيه بحال انه غير شي حاجه زايده، وكاين مواضيع اللي هي اكثر اهميه. حتى هو قاعد كيعاني. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.